عليكم. أهلا بكم مشاهدينا إلى عدة اليوم من الصحافة، نستعرض فيها الصحف الجزائرية المغاربية والفرنسية. إذن البداية مع الصحف الجزائرية وصحيفة آخر ساعة، نقرأ فيها: اختيار 10 مساحات عبر الوطن من أجل صيد المرجان، تم تنصيب لجان ولائية بكل من الطارف، عنابة وسكيكدا. ونقرأ فيها أيضا: اتفاقية مهمة بين مجمع سيدار وسوناتراك. فيما دعا إلى استحداث شركة الأشغال البحرية متخصصة في تهيئة الموانئ، الرئيس بون يأمر بتسريع توسعة ميناء عنابة وربطه بخط السكك الحديدية لنقل الفوسفات. وموجة حر تجتاح ولايات شرق البلاد مع تحذير لمصالح الأرصاد الجوية. انطلاق موسم جني محصول الطماطم الصناعية بولاية جلمة. ووصول قطار جزائري بدون مسافرين إلى تونس في إطار التجربة الثانية بحضور والي ولاية سوقهراس. نقرأ فيها أيضا: تشميع المزيد من الينابيع الطبيعية بجيجل بسبب مشكل التلوث. إلى صحيفة الأوراس نيوز: 12 جريحا في حادث مرور خلال موكب عرسين بولاية خنشلة. نقرأ فيها أيضا: رئيس الجمهورية إعادة النظر في التقسيم الإداري أصبح ضرورة حتمية، التنظيم الحالي لم يعد يتطابق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. نقرأ فيها أيضا: في ولاية باتنا قاطن أحياء يعانون غياب المياه في مدينة أو دائرة مروانة. مسبح جاوس مغلق منذ إنجازه قبل 17 عاما. مواطنون يطالبون بإنجاز مشاريع ذات أولوية بباريكا. وفي خنشلة 33 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز. وفي أم البواقي عراقيل تعطل تسليم تخصيصات اجتماعية ببلدية بريش. في سطيف صفقات النقل المدرسي تجر أميار إلى العدالة. وخبزون يعزفون عن بيع الخبز العادي في ولاية خنشلة، يفضلون عرض الخبز المحسن بسعر يفوق 15 دينار. اهتمت الأوراس نيوز أيضا لشأن الحرب في غزة، مشاهد صادمة من مجزرة الخيام بالمواصي في غزة بعد هجوم لقوات الإسرائيلية على المنطقة الآمنة. إلى صحيفة اللقاء: حسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، انتداب العسكريين المتعاقدين في الإدارات العمومية. جوجيل يجدد التأكيد على موقف الجزائر الداعم لنضال الشعب الصحراوي. إعادة النظر في التقسيم الإداري أصبح ضرورة حتمية. تصريحات للرئيس بون من ولاية تيزي وزو. الجزائر تؤكد أهمية التنسيق الدولي لمواجهة خطر الإرهاب الكيميائي. وفد من الشركات الكندية الكبرى سيزور الجزائر قريبا للبحث في سبل التعاون والشراكة. من صحيفة اللقاء إلى صحيفة الخبر: ملفات عديدة درسها اجتماع مجلس الوزراء، تعليمات بون لوزيري الفلاحة والمياه. الإعلان عن النتائج بعد انتهاء عملية التصحيح وانطلاق مرحلة التجميع والإغفال، الانتظار الأطول لمترشحي البكالوريا. بعد تحقيق النصاب القانوني للتوقيعات، حمص تودع استمارات الترشح يوم الخميس. الوزارة استحدثت 14 ملحقية العام الماضي، 7 ملحقيات جديدة للطب لموسم 2024-2025. وبقدرة إنتاجية تصل 120 ألف طن سنويا، سوناتراك تعيد إطلاق مصنع الزفت في سكيكدا. بين البحث عن دخل والهرب أو الهروب من الفراغ، جامعيون يفضلون العمل المؤقت في موسم الصيف. وإلى بعض ما ورد عن الجزائر وأخبارها في الصحف العربية. في صحيفة القدس العربي كتب الصحفي والكاتب ناصر جابي، أقول بحث عن اجتماع ناصر جابي والكاتب: ما زالت أخيرا ترشح تبون وزارة تيزي وزو. ما زلت مقتنع بأن الرئيس بون لم يكن محظوظا كرئيس جمهورية خلال عهدته الأولى التي لم يتمكن من تحقيق أهداف كبرى أثنائها، بعد أن عاش شخصيا محنة وباء كوفيد لمدة طويلة جعلته يغادر التراب الوطني للتداوي في مستشفيات ألمانيا، زيادة على ما ترتب من أثر جائحة كوفيد على البلد ككل، كالغلق الذي عانى منه البلد بكل التبعات وجاء فيها
قصر المرادية بعد حراك شعبي زلزل أسس النظام السياسي لم يتعافى منه لحد الآن، ناهيك عن الأبعاد الدولية التي تولدت عن الحرب الأوكرانية ما جعله لا يحقق المطلوب منه، كما ظهر في تأجيل زيارة ولاية زيوزو حيث لم يزرها إلا في نهاية عهدته. الولاية التي كان قد عرفها كوال سابق، زيارة لم يدشن فيها إلا تلك المشاريع التي تركها الرئيس بوتفليقة معلقة بكل الفساد الذي ارتبط بها، كما حصل مع إنجاز ملعب حسين أيت حمد الذي تجاوزت فترة إنجازه كل الأجل المعقولة. يبقى مشروع زيارة باريس معلقا هو الآخر لغاية إشعار آخر. مشروع زيارة لم ينجزه الرئيس بون لغاية اليوم وهو في الأيام الأخيرة من عهدته الأولى، قد تعصف به التطورات التي تعيشها الساحة السياسية الفرنسية بعد صعود اليمين المتطرف المعادي للجزائر بشكل سافر، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات الذاكرة التاريخية المتعثر حتى الآن مع الطرف الفرنسي. الأمر نفسه حصل مع زيارة ولاية زيوزو التي تحولت إلى مشروع فرعوني لم يحققه الرئيس إلا في نهاية عهدته هذه الأيام. كان ينتظر بعض الملاحظين أن يعلن خلالها ترشحه لعهدة ثانية تمت في نهاية الأمر أثناء لقاء إعلامي جاء باردا وغير مقنع، مقارنة حتى باللقاءات السابقة التي لم ينجح الرئيس لغاية الساعة في تحويلها إلى محطة تواصل نوعي مع الجزائريين نتيجة طابعها المعلب. أكدت خلاله المنظومة الإعلامية الوطنية طابعها البيروقراطي غير الاحترافي لم تساعد الرئيس على تحسين تواصله مع الجزائريين حتى وهم يعبرون عن طلب كبير في ملء مكانة الرئيس بعد اليتم الذي عاشوه مع بوتفليقة المريض. من صحيفة القدس العربي انتقال لصحيفة العربي الجديد وما كتبه الصحفي عثمان لحياني عن مرسوم رئاسي يسمح بعسكرة وظائف إدارية ومدنية في الجزائر. أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يسمح بعسكرة بعض المناصب والوظائف المدنية ويحدد شروط وكيفية إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين إلى وضعية انتداب لدى الإدارة المدنية العمومية في الجزائر. ينص المرسوم على أنه يتم انتداب الضباط العمداء والضباط السمين لشغل بعض الوظائف في العليا في الدولة ضمن القطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد. ساد جدل واسع في الأوساط الجزائرية عقب صدور هذا المرسوم ودوافع التوجه نحو عسكرة الوظائف والمناصب الحيوية والإدارات العمومية، وما إذا كان الأمر مرتبطا بفرض مزيد من الصرامة في إدارة بعض القطاعات والإدارات، وهل سيبقى محدودا ضمن نطاق القطاعات التي تدخل ضمن الأبعاد الشاملة للأمن القومي، أم أنه قد يتوسع لاحقا إلى وظائف مدنية وإدارية متوسطة الأهمية؟ يعتقد مراقبون أن المرسوم الرئاسي سيوفر إطارا مبكرا لوزارة الدفاع الوطني التي حازت في موازنة العام الماضي أو هذا العام مبلغا بقدر 20 مليار دولار لتصريف وتوظيف الكوادر والإطارات العسكرية التي بدأت تتخرج من مدارس أشبال الأمة المنشأة عام 2008، لكن هذه الخطوة الجديدة قد تثير مخاوف جدية عند البعض من زيادة تمركز المؤسسة العسكرية أكثر في كل القطاعات والمجالات الإدارية والاقتصادية على غرار نماذج عربية أخرى مثل مصر، رغم أنها تجارب أثبتت فشلها. في الانتخابات الجزائرية وانسحاب مرشحة حزب العمال الجزائري لويزا حنون ودوافع ذلك يبدي رأيه ضيفنا أمس في حصة في العمق الدكتور سيف الإسلام المعطية، نستمع. أعتقد أنه لويزا حنون كانت تسبح عكس التيار، وبعدما شربت من هذا البحر استفاقت أنها في مستنقع وليست حتى في بحر. يعني كيف هي التي لاحقت بالرئيس وهي التي حضرت اجتماع الأحزاب وهي التي حينما أعلن الرئيس تنظيم الانتخابات المسبقة قالت هو أمر دستوري عادي ولا يوجد أي إشكال؟ هي من أول من أعلنت ترشحها لهذه الانتخابات وقبلت أن تشارك في هذه الانتخابات في هذه الظروف الصعبة، ثم بعد ذلك تنتكس وتقول أن هناك من يستهدفها وهناك من يهدف إلى عدم ترشحها. يعني يريد تكمل تقول لنا من هذه الأطراف. يعني في نهاية المطاف لو كنا في دولة قانون من المفروض أن النيابة العامة تفتح تحقيق حول هذه التصريحات.
إذا كانت حقيقة فهذه تحتاج إلى الوصول إلى الفاعل الذي يمنع مواطن جزائري من الترشح، وإذا كانت غير حقيقية فهي تصريحات تهدف إلى زعزعة استقرار البلد عبر تصريحات غير مسؤولة. إذا كان هذا رأي المحلل سيف بن عطية في برنامج أمس في العمق مع المغاربية. الآن نتوجه إياكم لمعرفة ما ورد في الصحف المغاربية، جولة إلى هناك يصطحبنا فيها الزميل نبيل عبد اللوي. تحية لك زميلتي دلولة وجميع السادة المشاهدين. عرض موجز لأبرز عناوين بعض الصحف المغاربية، بداية من المغرب وصحيفة الأخبار. تفاصيل اجتماع الوزير بن موسى وزير التعليم مع النقابات، اتفاق على تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع، ومجلس المنافسة يبرئ شركات المحروقات. تقرير المجلس أكد أن أسعار المحروقات في المغرب أقل من السوق الدولية. في عنوانها البارز تعنون صحيفة الأخبار: سماسرة يتلاعبون في بيع المنتوجات الغابوية، مقاولات تطالب بفتح تحقيق في إهدار أموال عمومية. وتفاصيل قرار عاملي ولائي أغضب سائق التاكسي بأكادير، اعتبره المهنيون تراجعا عن مكتسبات سابقة. والكوفية الفلسطينية وأزمة الجامعة المغربية، هكذا عنونت الأخبار افتتاحية العدد. إلى صحيفة الصباح، لائحة برلماني الفساد تتسع، ضمت 34 منتخبا، والمحكمة الدستورية بطيئة في تجريدهم من العضوية. والتحقيق مع رؤساء تلاعب في أراضي جماعية، مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية تتحرك لمحاصرة البيع والشراء في وعاءات عقارية بأثمان زهيدة. والنصب على برلمانيين باسم وزيرة، تقليص صلاحيات أعضاء ديوانها ومنعهم من توجيه تعليمات إلى المديريات والمندوبيات. إلى موريتانيا وصحيفة أنباء إنفو، دفاع الرئيس موريتانيا السابق يقول: ورم في ساق ولد عبد العزيز وحياته في خطر. فقد نبه دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى خطر حالته الصحية، على حيث لا يستطيع الوقوف نتيجة ورم في ساقه. وأكد الدفاع أن ولد عبد العزيز منع من العلاج رغم حاجته له المبينة في الشهادات الطبية الصادرة عن أطباء محليين ودوليين. وأضاف دفاع الرئيس السابق أنهم قاموا بتدويل قضية موكلهم وطرحوها أمام جميع المحافل الدولية الحقوقية والقانونية والقضائية. وقال الدفاع إن ولد عبد العزيز تعرض لمؤامرة خبيثة كما وصفها، وظلم شنيع واضطهاد غاشم من خصومه السياسيين، وفق بيان الدفاع. إلى ليبيا وصحيفة الصباح، عودة تدريجية للكهرباء في مدينة بنغازي بعد انقطاع دام أياما عديدة. وفي استطلاع لصحيفة الصباح، تهم توجه للعمالة الوافدة بالسيطرة على سوق الخضروات ودعاوى لتدخل عاجل. دوليا، بعد محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها ترامب، يدعو لتوحيد الصفوف، ومؤشرات استطلاعات الرأي ترفع حظوظها. إلى صحيفة الوسط، دائما في ليبيا، اكتشاف مقبرة جماعية بحي الجيزة البحرية في سرت. فقد أعلنت الهيئة العامة للبحر والتعرف على المفقودين اكتشاف مقبرة جماعية بحي الكامبو بالجيزة البحرية في سرت، لافتة إلى أن الفرق استخرجت 24 جثمانا مجهول الهوية. وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك بأن الفرق المختصة انتشرت أيضا 17 حالة من المباني المهدمة داخل حي الكامبو. إلى تونس وصحيفة المغرب، تونس وتعثر الإقلاع الاقتصادي حين يشغلنا المهم عن الأهم، تهدر الفرص. والناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لصحيفة المغرب: التوكيل الخاص شرط قانوني موجود منذ انتخابات 2014 ولا يدخل في باب الإقصاء والتضييق على حق الترشح. وعربيا، تحذيرات من كارثة إنسانية جراء سوء التغذية في غزة. حماس تعلن عن أنها لن توقف المفاوضات، وانقسام داخل حكومة الاحتلال. إلى صحيفة الشروق، تضمنها القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات تفاصيل شروط الترشح وجمع التزكيات.
وفرنسا هي الشريك الأقرب لتونس وعلاقة بلدينا قوية، هكذا قالت سفيرة فرنسا بتونس في ذكرى 14 جويلية. أضافت علينا الاعتراف بجراح التاريخ الاستعماري والسعي إلى تضميدها. دوليا، محاولة اغتيال المرشح الجمهوري ترامب لعبة خفية ونهاية نظام. بهذا زميلتي دلولة نصل إلى ختام هذا الجرد الموجز لأبرز عناوين بعض الصحف المغاربية، عودة إليك. شكرا جزيلا لك زميلنا نبيل على هذه الجولة. الآن إلى جولة ثانية مع الصحف الفرنسية والزميل ناصر جودي. تفضل زميلي ناصر، أهلا بك. مرحبا بك زميلتي دلولة، وهذه أهم العناوين. ونبدأها بجريدة أوبسيرف ألجيري، حرق لو بيلون سومبر دي باتو تاكسيو انتر لالجيري اي لاسبان. La route maritime entre l'Algérie et l'Espagne, empruntée par de plus en plus de migrants clandestins, s'est transformée en un cimetière. Durant les cinq premiers mois de l'année 2024, pas moins de 175 personnes ont perdu la vie sur cette route, soit 70% des morts enregistrées sur l'ensemble des voyages migratoires vers l'Espagne. Les données compilées par le collectif Caminando Fronteras révèle que la route maritime algérienne qui mène aux côtes de Murcie, Almeria, aux îles Baleares et Alicante est la plus meurtrière. Sur cette route, le nombre de décès recensés s'élève à 175 en 5 mois, soit une moyenne de plus d'un décès par jour. À titre de comparaison, la route d'Alboran a connu 47 morts, alors que la route du Détroit, quant à elle, n'a enregistré que 24 décès. Ces chiffres qui ne prennent pas en compte la raison estivale propice à une augmentation des traversées cachent des tragédies humaines. Selon Caminando Fronteras, ces 175 décès sont le résultat de 9 naufrages en haute mer. Les victimes sont souvent portées disparues, laissant leurs familles dans l'angoisse et la douleur. TSA Algérie, France, nous avons besoin l'un de l'autre. Stéphane Romaté, ambassadeur de France en Algérie depuis juillet 2023, a dit dimanche 14 juillet que les deux pays ont besoin l'un de l'autre. À sa nomination, il avait assuré être porteur d'un agenda positif. C'est dans le même esprit qu'il a évoqué la relation entre les deux pays à l'occasion de la célébration de la fête nationale française dimanche 14 juillet, au siège de sa résidence à Alger. Jeune Afrique. En Libye, portrait des cinq seigneurs de crise, en annonçant qu'il renonçait à son poste d'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, comme tous ses prédécesseurs avant lui, l'ancien ministre sénégalais Abdoulaye Bathil, y a dénoncé les responsables politiques qui, depuis 2011, entravent toute tentative de sortie de crise qui sont ces cinq dirigeants. Nous ne pouvons pas permettre que les aspirations des 2,8 millions d'électeurs libyens inscrits soient éclipsées par les intérêts étroits de quelques-uns, a déploré Abdoulaye Bathily, en expliquant le 16 avril 2024 au Conseil de sécurité des Nations Unies pourquoi et au bout d'un an et demi de son poste d'envoyé spécial en Libye, et de dévoiler sans détour l'identité des cinq intéressés. Mohamed Takala, président du Haut Conseil d'État, Abdelhamid Dbiba, premier ministre du gouvernement d'unité nationale, Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants, le général Khalifa Haftar, commandant de l'armée nationale libyenne, et Mohamed El Menfi, président du Conseil présidentiel. Le Parisien. Législative, Macron acceptera la démission du gouvernement Attal mardi soir et le chargera des affaires courantes. Cette situation pourrait durer quelques semaines, sûrement au moins jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Le président et le Premier ministre ont par ailleurs prononcé chacun un discours de remerciement lors du Conseil des ministres. Le gouvernement Attal sera bientôt
officiellement démissionnaire. Emmanuel Macron a fait savoir au gouvernement réuni mardi en Conseil des ministres qu'il accepterait en fin de journée la démission du Premier ministre Gabriel Attal et de son équipe, ont affirmé des participants. Le chef de l'État a annoncé que le gouvernement serait à compter de ce moment-là chargé de gérer les affaires courantes. Il a laissé entendre que cette situation pourrait durer un certain temps, quelques semaines, vraisemblablement jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, le 26 juillet, 11 août, en moins, selon ses ministres. Il n'a pas exclu que le Conseil des ministres puisse se réunir à nouveau, ponctuellement, durant cette période d'affaires courantes. Et on termine avec France Info. Un militaire de l'opération Sentinelle blessé d'un coup de couteau, garde de l'Est à Paris. Un suspect interpellé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative de meurtre, mais le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi des faits à ce stade. Le pronostic vital du militaire n'est pas engagé, a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. هذه أهم العناوين زميلتي دلول. شكرا جزيلا لك ناصر على هذا الأداء، شكرا. مشاهدينا بهذا نكون قد استوفينا وإياكم كل ما لدينا من الصحافة، بقيت قصصات الكاريكاتير نترككم معها، متابعة طيبة نرجوها الجميع، إلى اللقاء.